عايزه تدعمي قناتك، عايزه تنزلي فيديو في المنتدى، عايزه تشاري قناتك والناس تعرفها. انت موهوبه وبتعملي شغل حلو، لكن الفرص مفيش، الحظ مفيش، القنوات الكبيره واكله كل الموضوع. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هقول لكم على كل حاجه. نعمل لايك ونبتدي على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هنتكلم في موضوع الدعم. بصوا يا جماعه، انا مبدئيا اعوذ بالله من قوله، انا بدات على اليوتيوب من حوالي 3 سنين على اليوتيوب. ما طلبتش من حد ابدا ان ينزل لي اي فيديو على المنتدى، ما طلبتش من حد ابدا انه يساعدني في نشر القناه، ولكن كان ليا قاعده او ارضيه قبلها في الفيسبوك حوالي 4 أو 5 سنين كمان قبلها، تمام؟ يعني انا اصبح عندي في الفيسبوك عندي اكتر من 20,000 متابع، عندي اكتر من 5000 صديق، هم 5000 صديق بالظبط، مشتركه في معظم الجروبات اللي لها علاقه بشغلي وبعملي وموهبتي، فعندي قاعده من الناس وجماهيريه. يوم ما نزلت بوست على الفيسبوك وقلت انا عايزه افتح قناه، لقيت ناس معايا، تمام؟ لكن خدت وقت زي بقيه الناس، مش هقول لكم ان انا فجاه النهارده وابتديت اشتغل كتير. النهارده في مشكله في عندكم، متاسفه اذا كنت بقول الحقيقه، بتبقوا فاتحه القناه ما كملتيش اسبوعين، ما كملتيش 3، منزله فيديو او 2 أو 3، تعيطي وعايزه دعم وعايزه انشر قناتي. انا مقدره جدا ان في ظروف، ومقدره جدا ومتفاهمه جدا ان كل الناس نفسها في تحسين دخلها، فبالتالي انا عارفه وان انت عملتي القناه من منطلق ضيق الرزق. لكن في حاجه مهمه جدا، اليوتيوب عالم تاني خالص، اليوتيوب عالم تاني خالص. افتحوا قنوات ولكن اشتغلوا. هتقولي لي انا فاتحه بقالي سنتين وسنه ونص وما حققتش الشروط. اشتغل، لان انت حطيتي في دماغك او الهدف قدامك انه انا عايزه احقق الشروط، فانا بشتغل عشان احقق الشروط. لا، وبعد ما تحققي الشروط هتلاقي المشاهده ضعيفه. ليه؟ لان انت بداتي بتبادل بكم من التبادل. معرفش هو في مصداقيه ولا لا، معرفش ان انت رحت اتبادلتي معاها راحت بدلتك ولا لا. المشكله ان انت ما عندكيش مشاهده بعد كده، لان انت لم ترسخي شغلك وعملك وموهبتك وما وصلتيهاش لحد. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ هي مش مشكله ان انا احط لك فيديو على المنتدى، انا احيانا بحط فيديوهات على المنتدى. متخيله لما انا احط لك فيديو هيجيب لك كام مشترك؟ مش هيكمل على فكره، يعني 50 ولا 100 مشترك، وده بيحصل في القنوات الكبيره، تمام؟ فانا ما بحبش التلاعب بالناس، النهارده يا اما انت بتوصلي بموهبتك لقلوب الناس فيبقوا معاكي، يا اما موضوع مجامله هتدخل لك من عند ام عبد الرحمن مجامله، بس مش هتحقق لك مشاهده. تيجي عشان تقبضي ممكن كل 6 شهور مره، لانك ما عملتيش القاعده اللي انا بقول لك عليها. تخش تلاقي قناه مثلا فيها مقتطفات مش بتاع صاحبه القناه اصلا، العصافير مش عارفه مالها، والكتاكيت مش عارفه مالها، والغربان مش عارفه مالها، وشي طيور وشي بحر وشي انهار. المقتطفات دي مش بتاعتك، مش محتوى خاص بيكي. ما انا لما اجي افتح قناه لازم اشوف شروط اليوتيوب عشان افتح القناه دي. ايه شروط يوتيوب؟ ان يكون المحتوى خاص بيكي منك انت. هو انا يعني هاخترع؟ لا مش هتخترع. بالمناسبه هكلمكم بالطريقه السهله البسيطه اللي ممكن الكل يفهمها. النهارده لما انا هعمل صينيه بطاطس، هل انا هختلف عن غيري؟ يعني هي بطاطس وطماطم وبصل وتوابل، وهل انا هختلف عن غيري؟ لا، لكن انا ممكن احط الشيء بتاعي، الشيء اللي يميزني عن غيري، الشيء اللي يخلي طعمها احلى شويه، الشيء الاضافه، او هو ده اللي انا بشتغل عليه، المضمون هو ده اللي انا بشتغل عليه. لكن انا مش هقعد اخترع او افتكس حاجه هي مش موجوده على في العالم، لا، انا بعمل الحاجه ولكن لازم اطورها واحط عليها لمستي بطريقتي، تمام؟ ده بالنسبه لموضوع مضمون قناتك يكون ازاي. تاني حاجه مهمه جدا، ممنوع الاستعجال، ما ينفعش فيها الاستعجال. هقول لكم على حاجه، انا لما فتحت القناه قعدت حوالي سنه كامله لما عملت اول 100 دولار. السنه دي بشتغل كل يوم. يعني انا دلوقتي عندي 3 سنين في اليوتيوب، قناتي فيها اكتر من 820 فيديو، ولو قلنا ان السنه فيها 365 يوم يبقى انا كنت بشتغل بمعدل كل يوم فيديو. حتى لما ايام كنت ببقى تعبانه او عيانه كنت باول ما بقوم على طول بحاول ان انا اشتغل، تمام؟ ايام بسيطه قوي هي اللي انا توقفت فيها شغل، النت كان ضعيف، انا كنت تعبانه، حصل حاجه بس، لكن غير كده لا، انا كنت بشتغل بشكل مستمر ودوري كل يوم بغض النظر هيجي لي مشاهده ولا لا. انتوا مش هتصدقوا، انا كانت في ايام بعمل فيها شغل كل يوم وبصور كل يوم وكنت بعمل 100 مشاهده بس،
ثلاث تعليقات بس، انتوا فاهمين ازاي؟ فما كنتش ببص ابدا على النقطه دي ابدا، وده مش معناه ان انا اصل معايا فلوس ومش محتاجه عشان ان انا يعني استعجل ان انا اقبض. اصل انتي ممكن يكون ظروفك مش زي ظروفنا، احنا عندنا وعندنا وعندنا ابدا. انا قلت معلومه لو ركزتوا فيها كويس هتفهموا المضمون. لازم يكون بجنب اليوتيوب في شغل، لازم يكون جنب اليوتيوب في شغل. ليه؟ لان اليوتيوب حباله طويله وما فيش حاجه بالسهل وما فيش حاجه سهله ابدا، ده كل حاجه بتاخد وقتها. تمام. طيب اقول لكم على حاجه كمان. انا عملت ايه بقى؟ اشتريت المكنه وحاجاتي وبخيط، بخيط بقى وبشتغل، بيجي لي كل يوم رزقي. تنيت عبايه النهارده، خيطت بلوزه النهارده، الدنيا ماشيه، فاهمين؟ وبشتغل فيديو من باب اني بحب الظهور، بحب اوصل معلومه، بحب اقول ده اتعمل ازاي. والرزق بقى على ربنا، النتيجه على ربنا، لان انا مسؤوله عن السعي وليست النتيجه. تمام. طيب اما تيجي بقى تلاقي تعليق مستفز شويه، حد عارفين اسمه شكل للبيع، تقول لك ما القنوات الكبيره ولا واكلينها ولا وهم مش عايزين يدعمونا. الدعم ده حاجه تضرك لكن لا تنفعك، الدعم ده يضر ما ينفعكيش. حط لك فيديو النهارده على المنتدى، خدي اليوم كله على المنتدى، شيرت لك فيديو على فيسبوك وجات لك 100 مشاهده، هل انا مسؤوله عن ده؟ انت ما قدرتيش توصلي للناس. تمام. انتوا فاهمين الموضوع ازاي؟ الموضوع مش ان انا هبل قوي لو حد قال لكم انا هنزل لكم في المنتدى كل يوم 3 و4 و5 فيديوهات مش هيتشافوا. والله العظيم ما هيتشافوا، مش هيتشافوا. انت بتحلفي كده شعرفك بالرزق، لا مش هيتشافوا. انا دخلت منتدى ببص لقيت فيديو ولا فيديو ولا فيديو، انا مش هفتح الثلاث فيديوهات، انا هشوف اللي هيشدني، انا هشوف اللي انا الفكره اللي الصوره عجبتني، الصوره مصغره، ركزوا معايا العنوان ده قوي، الصوره المصغره دي جامده، لو جوه الفيديو كده حلو اروح فاتحه الفيديو كده واشوف دي بتوصل المعلومه حلو. ده انا ممكن من اول دقيقه لو الصوره حلوه والموضوع حلو وفتحته من اول دقيقه ما عجبنيش انا بخرج، انا بضيعت لك الدنيا، المشاهده راحت، مش المشاهده راحت وبس، ده تدخلي في قصه النقلات الغير شرعيه وتدخلي في قصص ثانيه كتيره مش هتساعد قناتك في حاجه. تمام. ما توهموش ابدا بان عدد المشتركين ده حاجه مهمه. تمام. بصوا كده في قناتي كده كويس هتلاقوا ان انا عندي اكتر من 500,000 مشترك، ولكن شوفوا انا بدخل مشاهده كام في اليوم، ممكن 1000 مشاهده، ممكن 2000 بالكتير مشاهده. تمام. لو فيديو شغال قوي قوي يبقى 4000 مشاهده، ملوش علاقه. يوتيوب لما بيحاسبك بيحاسبك على مشاهدتك وعدد اللايك، ما بيحاسبكيش على ان انت عندك مشتركين كتير ولا قليل. فما تمسكيش موضوع انه انا لسه قناتي صغيره، لا امسكي موضوع انا عايزه اقدم محتوى ايه، انا عايزه اقدم مضمون للناس شكله ايه. تمام. في اسباب لنجاح القنوات، في اسباب اقول لكم ايه. الصوره مصغره مهمه قوي قوي قوي، العنوان مهم قوي قوي، جوه الفيديو ممنوع الارتباك، لازم يكون شغل منظم، لازم يكون مكاني منظم، لازم اكون عندي موهبه ان انا اوصل المعلومه سواء خياطه سواء على التدوير سواء طبخ سواء اي حاجه يا جماعه، هي ملهاش علاقه بانه انا. وخلي بالكم يعني القنوات التعليميه هي اقل قنوات في الربح، هي اقل قنوات في الربح. لو هتعملي فلوجات بقى وخروجات واعتمدي بقى على العناوين اللي هي يعني، حاولي تتفرجي على الفيديوهات الناجحه جدا عشان تعرفي اسباب النجاح. وكل حاجه بايد ربنا في الاول وفي الاخر، والتوفيق من عند ربنا. تمام. انا نزلت اخيرا موضوع الدعم، انه انا ما عنديش مشكله خالص انه انا في موضوع الدعم ده، بتدخلي فيديو من فيديوهاتي بتعلقي 10 تعليقات بتعملي لايك وبتنزلي لي الرابط اللي انا هحطه لك على المنتدى، ولكن ده سعي والتوفيق من عند ربنا. الفيديو يشتغل او ما يشتغلش ما عبد الرحمن ملهاش علاقه، لان ربنا عايز كده. تمام. ده يعتمد على شغلك، اعملي احسن حاجه عندك، اعملي صوري حالا دقيقتين او 3 دقائق بس يكونوا قوي قوي عندك، كل امكانياتك طلعيها في الفيديو. وما ينفعش يا جماعه والنبي حد يبعت لي يقول لي ادعميني وادخل ما الاقيش ولا فيديو في القناه، ولا فيديو في القناه. انت بتلمي المشتركين قبل، انت بتجيبي الكمون قبل ما تخلفي، انتوا فاهمين ازاي؟ لا لازم يكون في مضمون، يكون عندي رصيد، العبي على رصيد، لازم يكون عندك رصيد من القنوات. يعني انا اول حاجه كان هدفي يبقى عندي 100 فيديو، ده رقم. تاني هدف انا نفسي يبقى عندي رصيد من الفيديوهات، 300 فيديو 400 فيديو، انا نفسي الناس تعرفني، انا نفسي. حددي اهدافك، والله كل حاجه هتيجي بعدين، لازم يكون لك شغل جنب اليوتيوب. وفي النهايه اتمنى تكون نصايحي كلها يعني اخذت بعين الاعتبار مش بعين الزعل، واتمنى ان انتوا تكونوا اتفهمتوا الموضوع.
وانا معاكم في الدعم زي ما قلت لحضراتكم، التوفيق من عند ربنا اولا اخيرا. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.